السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتيرة جدا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في انها تعمل لك العرض التقديمي او الباوربوينت. حتى الباوربوينت بقى فيه كوبايلوت جواه بيساعدك ان انت تعمل شرائح كتيرة في وقت قصير جدا. فالمواقع دي لا تعوض، يعني الحاجة اللي كانت بتاخد منك ساعتين تلاتة بضغط الزر بتبقى موجودة، لكن لازم تراجع عليها وتأكد من صحتها. ده مثلا اول موقع معانا اللي هو جامدوت اب. هتبدا تقول له انت بتفكر في ايه، فيبدا يعمل لك البرزنتيشن بشكل جميل جدا، تمام، وعليك ان انت تراجع عليه وتتاكد منه. وهو بيعمل لك المحتوى وبيعمل لك كمان الصور. اي جزء مش عاجبك ممكن تقول له غير لي دي او اعمل لي دي، فيبدا ان هو يعدل لك على البرزنتيشن، الستايل، كل اللي انت عايزه. يبدأ يعمل لك الدوكيومنتيشن اللي انت عايزها، الباوربوينت اللي انت عايزه بأشكال جميلة جدا وسهلة وفي أقل وقت ممكن. طيب الموقع اللي بعد كده اهوت برضو نفس الكلام، اكتب له انت عايز تعمل برزنتيشن عن ايه، وليكن مثلا سستينابيلتي، جرين بيلدينج، خلاص يبدأ بقى يعمل لك البرزنتيشن. مش معنى كده ان هو لغى المعلومات، لا، هو ممكن يكتب لك معلومات غلط، فلازم تكون انت بتعمل في الحاجة اللي انت بتتقنها وتتأكد منها، وتقدر ان انت تعدل عليها وتقدر ان انت تعمل تشيك تتأكد من المعلومة نفسها صح ولا غلط. مجرد بس كتبت اي موضوع انت عايزه كأنك رحت لشات جي بي تي فاداك الكلام، فانت بدأت تاخد كل جملة وتبدأ ان انت تحطها في الشرح لوحديها وتبدأ تكون لها الصورة، فهتاخد منك وقت كتير. هنا بيختصر لك الموضوع. برضو توم دوت اب ده من اول الموقع اللي عملت الفكرة ديت. تقول له كرييت، طب انا عايز ازود صفحة، طب انا عايز موضوع معين، طب انا عايز تعمل صور، فيبدأ يعمل لك كل القصص ديت. مثلا هتكتب عن الروبوت، مطلوب منك اي موضوع تقدر ان انت تكريته، بس المهم تكون بتفهم فيه، متكلمش في حاجة متفهمش فيها. بريزي طبعا من الموقع المعمولة من زمان، زودوا بقى فكرة الذكاء الاصطناعي. حتى الباوربوينت زي ما قلنا موجود فوق في الكوبايلوت، ده يساعدك اوتوماتيك ان انت تعمل الذكاء الاصطناعي جواه. سلايدز اي اي، احنا اتكلمنا قبل كده عن سلايد اي اي، واتكلمنا عن بريزي، واتكلمنا عن توم، بس قلنا بقى نجمعهم كلهم في برزنتيشن واحد. وحتى بيشتغلوا كلهم تقريبا بيشتغلوا مع جوجل سلايد ومع الباوربوينت، يعني ممكن تعمل شغل وتفتحه على اي موقع فيهم وتكمل شغل عادي. انت بقى اختار اي موقع فيهم اللي انت حابب تعمل عليه البرزنتيشن بتاعك، وكلهم بتلاقي فري بيديك جزء معين تجرب، وبعد كده لو انت عايز تاخد اكتر وتكمل لازم هتدفع فلوس، لان الشغل اصلا بيبقى على سيرفرات تقيلة، فمفيش حاجة اسمها ان هو هيكمل معاك على طول ببلاش. وندر سلايد نفس الفكرة برضو، في الثواني بيبدأ يعمل لك البرزنتيشن.